بس كمان قال كلمة السيد نصر الله انه نحن لو ما هجمنا لو ما هاجم حزب الله كانت اسرائيل رح تفاجئنا. طبيعي مثل ما عملوا الحرب الاستباقية على وهيك قالوا لنا، وعن جد هيك قنعوا فئة من اللبنانيين انه لو ما راحوا عملوا الحرب الاستباقية على داعش بسوريا كانوا داعش عم يصحوا يمرحوا بجوني والاشرفية وبفيردان وهلو مجرة. بليز معلش، هولي شعارات كلهم شعارات بس حتى حزب الله يضل محافظ على سلاحه. هلا يوم امبارح كمان بيقول السيد نصر الله انه نحن قدام فرصه بعد انتهاء الحرب هالمره لا يكون في انسحاب اسرائيلي من الاراضي المحتله، حكى حتى عن النقطه المختلف عليها البي 1، عن النقاط ال 13 البريه المختلف عنها وشبعه وغيرها. طب في فرصه اليوم يعني حزب الله اول مره يمكن بيطلع كلام هالقد مسهل بموضوع الترسيم البري؟ طيب بدي اسالك سؤال، شو الفرق بين اليوم، بعرف شو بتجاوبيني بس رح ارجع جاوبك، شو الفرق بين اليوم وبين 6 شهر قبل ما صارت العمليه بغزه؟ العمليه الغزاويه على حماس على اسرائيل، شو الفرق؟ كان طيب المسعى الامريكي كان موجود، الترسيم البري وهوكستاين كان لا جاي حتى ليحكي قبل ما قصدي اقول بوقتها ما كان في مجال للتفاوض وهلا صار في مجال للتفاوض؟ مش مجال، بس اليوم شو برايك ليش اسرائيل تحت، ليش فرصه؟ رح نروح شوف اسرائيل ضعيفه؟ نحن تمنياتنا نسترجعهم اكيد لفرشوبة اليوم بعد نتائج الحرب حزب الله بعد 8 و7 اكتوبر غير قبل 7 اكتوبر. اوكي ممكن وحتى اذا بدنا نحكي اوسع كمحور مدام ريمان بنرجع بنقول نحن عم نحكي نظريه، يعني بالنسبه للسيد حسن نصر الله ب 2006 انه ربح الحرب، يعني دمر لبنان وربح الحرب. هلا زيد شيء بالنسبه لنا كلبنانيين، يعني قسم اللبنانيين بيعتبروا انه طالما في حدا من غزه بعده عم يتنفس يربحوا الحرب، نسيوا انه صار في 22 23 الف قتيل ويمكن في قدهم تحت الردم الله يخلصهم، يعني ما بعرف 50 الف جريح وغزه بكره ابيها انمحت، انه ما فينا نعتبر هيك نظريا نحن انه ربحنا الحرب. بس نقول اسرائيل ربحت اكيد لا، ما انا هيدا عم اقول لك من وجهه السيد حسن نصر الله انه اسرائيل مأزومه، وبالنسبه لاسرائيل انه هي مسيطره على الوضع. كيف نعرف الوضع هيدا؟ كيف انه بس لانه سيد حسن نصر الله طلع قال انه توقفوا الحرب بغزه وتعطوا نتفاوض خلص انه اسرائيل رح تجي هيك سك وركيبه وتجي؟ لا بس اليوم كيف؟ اسرائيل لما تبعت رسائل دبلوماسيه يعني مستعده للتفاوض. اسرائيل مستعده بس انه لما عم تحط لك شروط 1901 ممنوع حدا يخط تحت الليطاني حزب الله او غير حزب الله، بس اللي بيكون موجود الجيش اللبناني واللي باي ذا واي انه اليوم البطرك عم ينادي فيها، وانا برايي هذا الحل الوحيد للبنان. بس هون بتيجي بتتفاجئ من شغله صغيره، يعني بتيجي بتشوف انه حزب الله يا هل ترى كان انت اللي عم تعمله اقحمت حالك بحرب واقحمت لبنان بحرب ما بنعرف امتى بتنزلي ما بعرف لوين حتى تكون على طاوله التفاوض؟ هذا الهدف؟ هذا الهدف؟ خلينا نعرف. بس اليوم يعني حتى كلمه اقحمت لبنان بحرب شوي فيها مبالغه، لانه بكل يعني الحرب اللي صارت بالجنوب لهلا كلها بخطوات مدروسه وحزب الله واعي شو عم يعمل. طيب انا بدي اعتبر كثير منيح واعي شو عم يعمل، تمنيتنا عليه ما يتخطى الحدود حتى ما يتورط لبنان اكثر واكثر، لانه كلنا بنعرف الا اذا في هدف مبرمج لهالموضوع. يعني اصبح مش صار واضح انه حزب الله لا يريد الحرب، وانه اذا تطورت بعض الامور طيب رح تكون اسرائيل هي عمل لك هيدي. ونحن اذا بدنا نحكي كحكومه رئيس مئاتي قال انه قرار سلم والحرب بيد اسرائيل. هل قد مسيطر حزب الله على الحكومه؟ اوعى تفكري بطيبه المئات، انا مش عم دافع عن مئاتي او عم حطه بموقف معين، اوعى تفكري انه اكيد لانه عم بيكون واقعي، بس هيدا مش وليده ساعته، لانه حزب الله مسيطر من سنه 2006 لليوم، مسيطر على اعتبر حاله ربح ب 2006 وفرض ترجم ربحه على اللبنانيين وعلى لبنان.